تناولوا الحبة السوداء على الريق، ولكن لا ترتكبوا نفس الخطأ الذي يرتكبه ملايين الناس عند تناول الحبة السوداء. ولكن قبل أن نبدأ، فإذا كنت قد تناولت الحبة السوداء على الريق، اضغط لايك لهذا الفيديو لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. الحبة السوداء من النباتات واسعة الانتشار في العالم كله، وتستخدم في العلاجات الطبية منذ القدم. لذلك نحتاج في هذا الفيديو إلى معرفة الأخطاء وأضرار تناول الحبة السوداء وفوائدها ومكوناتها. تعرف الحبة السوداء بأسماء كثيرة، مثل حبة البركة أو الكراوية السوداء أو الكمون الأسود أو الشونياز. تنمو هذه العشبة في المغرب العربي والجزيرة العربية والهند وإيران أيضا، والكثير من بلدان آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، لكن تعتبر باكستان هي موطنها الأصلي. حبة البركة هي عشبة حولية، أزهارها زرقاء رمادية، وساقها متفرعة، وأوراقها مجزأة بشكل دقيق، تحمل بذورا وثمارا سوداء. تتكون الحبة السوداء من العديد من العناصر الغذائية والألياف والفيتامينات، وتشكل الزيوت الثابتة بها نسبة 30 إلى 35%. أما الزيوت الطيارة بها فتشغل 1.5% من وزنها الكلي، بالإضافة إلى العديد من المكونات الكيميائية. وكل 100 جرام من الحبة السوداء تمد الجسم ب 400 سعر حراري. أضرار الإكثار من تناول الحبة السوداء: على الرغم من أهمية الحبة السوداء وفوائدها الجمة، إلا أن استخدامها بكثرة يؤدي إلى أضرار كثيرة، فيجب توخي الحذر عند استعمالها والحرص على تناولها كدواء وليس كغذاء، أو اعتبارها كتوابل للطعام واستعمالها بنفس الكمية الصغيرة، حيث أن استعمالها بكثرة يؤدي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم، وتؤدي إلى سيولة الدم وبطء تخثره، مما يزيد من خطورة النزيف وعدم التئام الجروح. لذلك يجب عدم تناول الحبة السوداء قبل إجراء العمليات الجراحية. من أضرار الحبة السوداء أيضا إضرار الطمث مبكرا عند النساء، وقد تعمل على انسداد الشرايين إن خلطت بالحليب الساخن، وتصيب الجلد بالتحسس والطفح الجلدي عند تطبيقها مباشرة عليه، وتداخلها مع أدوية أخرى يؤدي إلى التسمم. وتقتل الحبة السوداء الحيوانات المنوية في ربع ساعة، على الرغم من أن الحيوانات المنوية تعيش لمدة 6 ساعات. لا ينصح بتناول الحبة السوداء أثناء فترة الحمل، لأنها تقلل من تقلصات الرحم، مما يؤدي إلى الإجهاض، وتضعف المشيمة في شهور الحمل الأولى، فتسبب سقوطها وموت الجنين، كما أنه يمنع منعا باتا إعطاؤها للأطفال الرضع. ويجب أن لا تتناول الأم المرضع الحبة السوداء أثناء فترة الرضاعة. ويستعمل مغلي الحبة السوداء كغسول مهبلي. يؤدي استعمال الحبة السوداء أكثر من الكمية المناسبة إلى بطء وظيفة الكلى، حيث تعمل الكلى على تخليص الجسم من السموم والمواد الناتجة من عملية الأيض، فيؤدي بطء عملها إلى شعور الإنسان بالألم. وبتكرار الاستعمال بكميات كبيرة من الحبة السوداء إلى أن تتكون الحصوات بالكلى، ويمكن تجمع السموم بالجسم، مما يستدعي التدخل الجراحي أو العلاج الدوائي. لذلك يجب الانتباه إلى الجرعة المتناولة. يستقبل الكبد الغذاء مباشرة ويهضمه بشكل جزئي، ويكون البروتينات. والسبب في أضرار الحبة السوداء الكثيرة هي تأثيرها على الكبد بشكل سلبي، وتراكم مكوناتها بصورة تعمل على تليف الكبد، مما يؤدي إلى قصور وظيفته. فالكبد يعمل على إنتاج كريات الدم الحمراء في جسم الجنين، والحفاظ على قوام الدم سواء بسيولته أو بتخثره تبعا لحالة الجسد، وإنتاج الهرمونات، وتسديد كريات الدم الحمراء في الإنسان البالغ، وتخليصه من الكريات القديمة، وترشيح المواد السامة،
وهذا يفسر الكثير من أضرار الحبة السوداء المسؤول عنها قصور عمل الكبد. تزيد الحبة السوداء من حامضية الوسط في المعدة، فيؤثر ذلك على جدار المعدة ويؤدي إلى الإصابة بالقرحة وإحداث الأضرار بالقناة الهضمية، وتؤدي إلى انتفاخ القولون. ومع ذلك فإن استخدام الحبة السوداء بكميات صغيرة مع العسل والحلبة يساعد في العلاج من تلك الأعراض. تؤذي الحبة السوداء بصيلات الشعر وتدمر غلافها الخارجي إذا استخدمت بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تساقط الشعر ويصير شكله خفيفا ومتقصفا، فهي تجهد الشعر وتجعله جافا غير صحيا. لكن إن تم استعمالها بكمية قليلة مع زيوت أخرى مثل زيت السمسم فذلك يساعد في ترميم الشعر وتغذيته. تعتبر الحبة السوداء آمنة على الأطفال، لكن لا يجب استعمالها بغير داع أو بشكل يومي، لكن تناولها على فترات متباعدة لا يحدث أي ضرر، بل تسكن من الآلام وتخلصهم من الانتفاخ والديدان المعوية وتحسن عمل الذاكرة. ويمكن مضغ بذورها أو خلطها مع العسل أو وضعها مع المخبوزات. الكمية المناسبة من الحبة السوداء، ينصح باستخدام جرام من واحد أو جرامين من بذور الحبة السوداء مع العسل أو الماء لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وينبغي التوقف عنها لأسبوع أو 10 أيام ثم استكمال استخدامها، أو تناول من 7 إلى 10 حبات يوميا لمدة 3 أشهر، ثم التوقف شهر ليرتاح الجسم ثم إعادة تناولها. فوائد الحبة السوداء: تعد بذور الحبة السوداء طاردة للغازات والريح، ومدرة للبول وللبن الأم، وتطبيقها على لدغة العقرب والجروح ولسعات الحشرات يشفيها، ومفيدة أيضا لمرضى الربو والسعال، لكنها لا تستعمل أثناء النوبات. ويمكن استعمال زيت الحبة السوداء للتخلص من حب الشباب عند خلطه مع زيت السمسم 2 مرات صباحا ومساء، وعند تسخين زيت الحبة السوداء وتدليك الظهر والمفاصل به فإنه يقلل من آلامهم، ودهنه على الرأس يقلل من الصداع، ويمكن غليه مع القرنفل واستخدامه كغرغرة يومية للتخلص من آلام اللثة والأسنان واللوز. استعمال الحبة السوداء في الحياة اليومية: تقي الحبة السوداء من الجراثيم وتثبط نموها، وهي فعالة جدا ضد مرض الملاريا وتقاومه، وتعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعالج ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتخفف من الروماتيزم، وتدخل في علاج البرص والبهاق، وتقي الكبد والثدي من السرطان. ويمكن وضعها في الخزائن بين طبقات الملابس في أماكن متفرقة لإزالة الرائحة والجراثيم. كما يمكن استخدامها للتخسيس عن طريق غليها وشربها دافئة قبل النوم. وتقلل الحبة السوداء من أعراض الشيخوخة، وتقلل من التجاعيد لاحتوائها على مضادات الأكسدة القوية. الحبة السوداء وعلاج الصرع: أثبتت الدراسات الحديثة والأبحاث العلمية بأن الحبة السوداء تحد بصورة ملحوظة من مرض الصرع وتقلل من نوباته، وذلك لاحتوائها على مضادات التشنج فتقلل من أعراض المرض. والآن لنعرف الطريقة الصحيحة لتناول الحبة السوداء. يتم ذلك بأخذ 7 حبات ووضعهم في الفم على الريق، ثم مضغهم جيدا، وبعد طحن هذه الحبوب تماما بالأسنان تبتلع ما تقدر عليه، ثم تتناول الماء وتتمضمض به وتبتلعه مع باقي الحبة السوداء. والأفضل ألا تطحن الحبة السوداء إلا عند الاستعمال، وذلك للحفاظ على الزيوت بها وتجنب تطيرها. أما زيت الحبة السوداء فإنه يحفظ في درجة حرارة الغرفة، وعند طحن البذور ووضعها مع العسل فإنها لا تحفظ في الثلاجة، بل توضع في وعاء قاتم اللون ويغلق جيدا وتحفظ في مكان مظلم. من المهم أن تعرف أنه يوجد في الأسواق 3 أنواع من الحبة السوداء، وهي الهندية والحبشية والقصيمية، لكن الأبحاث المعملية أثبتت أن مركباتها الكيميائية واحدة، أي أنه لا فرق بين تلك الأنواع، وعادة تكون الحبوب ثقيلة، أما الخفيفة فهي مغشوشة أو فاسدة. الحبة السوداء مثلها كمثل باقي الأعشاب،
لها فوائدها السحرية، والإفراط في استعمالها يجلب الضرر والأذى، لذلك يمكن خلطها مع مكونات أخرى طبيعية كالعسل الطبيعي أو القرنفل أو الزنجبيل أو الزيوت الطبيعية مثل زيت السمسم. أتمنى أن ينال هذا الفيديو على إعجابكم ورضاكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.